اهلا وسهلا بكم بدرس جديد من سلسله دروس ماده اللغه الانجليزيه للصف السادس الاعدادي. راح نسلط الضوء اليوم على موضوع مهم جدا في قواعد اللغه الانجليزيه وهو الكوزيتيف فيربس الافعال السببيه او ما يسمى بالانفورمال ناصب المبني للمجهول في صيغته غير الرسميه. طبعا موضوع الدرس لازم نحفظ هذا العنوان اللي هو causative verbs. شنو معناها؟ معناها الأفعال السببية أو ما يسمى بتسمية أخرى اللي هو informal passive معناته المبني للمجهول في الصيغة غير الرسمية، المبني للمجهول في الصيغة غير الرسمية. أغلب الطلاب يعانون من مشكلة العناوين، يعني عنوان الدرس. فهنا لازم نسلط الضوء على عنوان الدرس، يعني هو راح يعطيني جمله وراح يقول لي causative verbs. شنو معنى causative verbs؟ معناته الافعال السببيه، او يقول لي informal passive. شنو informal passive؟ معناته المبني للمجهول في صيغته غير الرسميه. راح اسلط الضوء اكثر على منطوق السؤال وكيفيه مجيئه في الامتحان الوزاري. شوف ايش راح يقول لي: rewrite the sentence. يعني أعد كتابة الجملة with the correct form بواسطة الصيغة الصحيحة. rewrite the following sentence with the correct form of have, get, or make. ذن هم الافعال السببيه، ثلاث افعال سببيه اللي منطيناها بمنهج السادس الاعدادي الا وهي have or get or make. او يعطيني اياها بصيغه اخرى: rewrite the following sentence. أعد كتابة الجملة التالية مستخدما the correct form الصيغة الصحيحة of have get or make. فهنا أيضا رجعنا ثاني مرة أخرى استعمال have get or make. وفي بعض الأحيان يختصر لي كل هذا الحكي يقول use have، استخدم شنو؟ have. أو use get، استخدم شنو؟ استخدم لي get. هنا احنا سلطنا الضوء عليما على منطوق السؤال وكيفية وروده أو مجيئه بالامتحان الوزاري. سبق وإن قلت كل موضوع في اللغة الإنجليزية قواعده يحل وفق قاعدة، وهذه القاعدة لازم يتسنى لنا الحفظها حتى نقدر نحل بالطريقة الصحيحة. فراح نسلط الضوء هسه عليما على هاف جيت. راح أجزئ الموضوع إلى جزئين، الجزء الأول راح آخذ هاف وجيت، والجزء الثاني إن شاء الله بدرس آخر راح أسلط الضوء عليما على ميك. فحاليا احنا في صدد have get. طبعا موضوعنا في اللغه الانجليزيه وخصوصا بمنهج السادس الاعدادي يتحدث لي عن صيغه الماضي فقط، لذلك راح اسلط الضوء على صيغه الماضي. طبعا تلقائيا هذه الافعال تحول الى had والجيت كلمه تحول الى got. ليش؟ لان راح نستخدمهم بصيغه الماضي حصرا، لان الجمل الوارده في المنهج باكسرسايز دي اون بيج 36 اند اكسرسايز جي اون بيج 40
45 اتسلط الضوء على استعمال الماضي حصل. تكون قاعدة hard goal. نشوف احنا نصيغها بتسمية hard goal. ديما تبدي بفاعل، بعد الفاعل استخدام اما هاد اذا طلب من عندي بالسؤال هاد، او استخدام جوت اذا طلب من عندي بالسؤال جيت. يعني هذه الافعال تلقائيا انا راح احولها الى صيغه الماضي. لما احولها الى صيغه الماضي بعد هاد جوت عندي شيء يجيني المفعول به. الاوبجكت يعني معناته مفعول به. بعد المفعول به راح يجيني او احتاج الى تصريف ثالث للفعل، وبعده الى تكمله الجمله، وننهي الجمله بنقطه كونها حاله اثبات في اغلب الاحيان. على الطالب حفظ هذه القاعده حتى يتسنى له ذكرها لكي يحل الجمل الخاصه بالكوزت فيرب او الانفورمال باسيف. اعيد وسلط الضوء على القاعده. شو تقول القاعده؟ القاعده تكتب فاعل، بعد الفاعل اخلي هاد لو جول. راح تسالوني شنو الفرق بين هاد وجول؟ هاد رسميه وجول غير رسميه، وهاد هي الاكثر شيوعا واستعمالا في بعض الاحيان. لذلك اذا طلب من عندي او انطاني خيارات يخيرني بين هاد وجول اختار هاد، لان المنهج مالتنا بصورة عامة هو منهج رسمي يعتمد الرسمية في الحوار طبقا الى الكوميونيكاتيف ابروتش. بالنسبة لهاد جول او هاد جيت تستعمل هذه الافعال عندما ينجز شيئا ما لاجل او من اجل شخص مبتدل شخص ما، يعني اللي راح يقوم بالعمل هو شخص اخر. تستعمل هذه الافعال عندما ينجز شيئا ما الى او لاجل شخص اخر، يعني اللي راح يقوم بالعمل هو شنو؟ هو شخص اخر. اني عندي مجموعه خطوات للحل، هذه الخطوات راح نبسطها لكم حتى نقدر نحل، وبعدين نسلط الضوء على التمارين الموجوده بالكتاب. الخطوات باتباع القاعده، شو تقول القاعده؟ تقول عندي فاعل، منين اجيب الفاعل؟ راح اقول الملاحظه الاولى، يمكننا الحصول على الفاعل بالشكل التالي. بالشكل التالي يريد من عندي فاعل، انا لازم احصل فاعل بالشكل التالي. خلينا نشوف الشكل التالي. في حالة وجود الفعل اسكت، اذا لقيت الفعل اسكت في الجملة المعطاة، فنستعمل نفس فاعل الجملة. هذا الخيار الأول، في حالة وجود الفعل اسكت استعمل نفس فاعل الجملة. الجملة او الفاعل اللي تبدأ به الجملة راح استخدمه نفسي. تكون اي تغيير في حالة عدم وجود الفعل asking، يعني ما لقيت الفعل asking، سوف نشتق الفاعل من صفات التملك الموجودة في نهاية الجملة. أعيد، في حالة عدم وجود الفعل asking سوف نشتق الفاعل من صفات التملك الموجودة في نهاية الجملة، وراح نسلط الضوء على الاشتقاق. الاشتقاق راح يكون بالطريقة التالية، في حالة وجود my كصفة التملك فإنها تحول إلى I. لما تحول إلى I دائما ما نجد صفات التملك مدفوعة بأسماء في نهاية الجملة، فإذا لقيت الماي تلقائيا راح أحولها إلى I. في حالة وجود his
راح احولها علما الهي في حالة وجودها. علما راح احولها، راح احولها الى شيء. يعني اشتقيت صفات، اشتقيت ضمائر الفاعلية من صفات التملك المحتاط في الجملة في حالة وجود its، فهنا انا راح اشتق من عندها الات، اشتق من عندها، اشتق من عندها الات في حالة وجود our، راح اشتق من عندها شنو؟ اشتق من عندها الوي. وفي حالة وجود الذير راح اشتق من عندها they. واخيرا في حالة وجود اليور راح اشتق من عندها اليو. لازم نحفظ جدول التحويلات حتى احول من صفات تملك موجودة في الجملة الى ضمائر الفاعل، حتى اطلع اول عنصر بالجملة اللي هو الفاعل، باعتبار الفاعل هو اساس الجملة، اساس الجملة. بعدها الخطوة الثانية، شو نقول الخطوة الثانية؟ نضع had او got في صيغة الماضي حصراً. راح شغل يعني يا إما had أو got في صيغة الماضي حصراً. وهنا لازم أنتبه لمنطق السؤال، إذا قال نستخدم have فأستخدم had في صيغة الماضي، وإذا قال استخدم get فأستخدم got في حالة الماضي. بعد هذه الخطوة نحتاج إلى مفعول به، نحتاج إلى مفعول به. نجد المفعول به في نهاية الجملة دائما. وين نجد المفعول به؟ في نهاية الجملة دائما. وراح نسلط الضوء على الجمل ونشوف شلون نميز المفعول به مسبوقا بالفعل الرئيسي. لمن مسبوق؟ بالفعل الرئيسي، لأن أساس حل الجملة على من يعتمد الله يعتمد على الفعل الرئيسي والمفعول به كونه من العناصر المهمة في تكوين جملة المبني للمجهول بالكوسة الباء. الملاحظة الرابعة نقول نحول الفعل الرئيسي الموجود في الجملة إلى صيغة التصريف الثالث للفعل. لما نحول الفعل الرئيسي إلى صيغة التصريف الثالث للفعل، والملاحظة الأخيرة تقول نكتب تكملة الجملة إن وجدت، نكتب تكملة الجملة إن وجدت. طلاب الأعزاء، لازم نسلط الضوء على صفات التملك وكيفية تحويلها إلى ضمائر الفاعل. في حالة ورود ماي فإنها تحول إلى آر، في حالة وجود هيز فإنها تحول إلى هي، في حالة وجود هيز فإنها تحول إلى شي، إكس إلى إف، أو إلى وي، بر إلى دي، ويور إلمن إلى يو. حتى أطبق قاعدتي اللي تقول سبجكت، وعرفت إني أجيب الفاعل، لين أجيب الفاعل؟ في حالة ورود كلمة ask في السؤال نستعمل نفس فاعل الجملة، يعني أبقى فاعل الجملة كما هو. في حالة عدم وجود كلمة ask أنا راح أدور على من، راح أدور على فاعل حتى أشتق قرنيا من صفات التملك كما تم إيضاحها سابقا. بعدها راح أخلي إما had أو got. طلب من عندي have راح أخلي had، طلب من عندي جيت راح اخلي شغل من عندي اخلي جود باعتبارها يا زمن الزمن الماضي. راح تسالون السؤال شو وقت اختار هاد وش وقت اختار جود؟ هو مطلوب بالسؤال قال كيف تختاري اما هاد او جود؟ بس اذا حددني اني امشي بالماده المحدده. اني بالنسبه لي دائما افضل هاد على جود، كون هاد رسميه والجود غير رسميه، والهاد هي الاكثر شيوعا واستعمالا. الخطوه اللي بعدها نجد المفعول به. راح واحد يقول استاذ وين نجد المفعول به؟ نجد المفعول به دائما في نهايه الجمله، متكون يا اما من صفه تملك زائد اسم او ادوات التعريف والتنكير زائدا الاسم في نهايه الجمله. وقبلها هو الفعل الرئيسي اللي هنا بدورنا لازم نحوله علما الى صيغه التصريف الثالث للفعل. ليش؟
لأنه هاد وجود ترتبط ارتباط وثيق بالتصريف التالي للفعل من حيث الاختيارات. أنا على سبيل المثال يعطيني جملة فيها خيارات وأشوف بين الأقواس هاد جود مين أو مين، أو يعطيني هاد ومين. إذا لقيت بعد الأقواس تصريف ثالث للفعل يعني معناته راح أختار يا إما هاد أو جود، وإن شاء الله راح نتناول موضوع آخر استعمال الميت في درس آخر إن شاء الله سوف يوفق. لنأخذ مثال، مثال شوف المثال شو يقول؟ somebody stole my television. somebody stole my television. شنو معناته؟ معناته احدهم او شخص ما سرق تلفازي. طبيعة الجملة بيازنة بالزمن الماضي، لذلك أنا لحقت على استعمال هاد وجود في الزمن الماضي وليس هاد وجود في زمن المضارع. طبعا هنا اجيت قلت هذا فاعل الجملة وهذا الفعل الرئيسي وهذا المفعول به. أنا حددت الجملة، قلت فعل رئيسي ومن ثم المفعول به في نهاية الجملة. هنا أنا ما عندي أسكت، منين اشتقت الفاعل؟ هذا الفاعل هنا راح اشتقت عندي ماي، إما تحول إلى آي، إما تحول إلى ها، إلى آي. بالرجوع إلى القاعدة راح أخلي هاد، أخلي هاد أو جود. اجي الخطوة الثالثة المفعول به، هذا المفعول به جاهز. شقول؟ أقول ماي تلفزيون. التصريف الثالث للفعل الرئيسي ستول، ايش راح يكون؟ راح يكون ستولن. شو يكون ستولن؟ مهم الجمله دي بنفتح حتى احصل على العلامه الكامله. فصار I had my television stolen بتطبيق القاعده. مثال اخر، شو يقول المثال الاخر؟ I asked somebody to cut my hair. شوف هاي الجملة الثانية، جملة كلش لطيفة. I asked somebody to cut my hair. هنا المميز بالجملة وجود الفعل asking، وجود الفعل asking، لذلك راح أبقي على نفس فاعل الجملة I. أريد هنا أستخدم واحد جود وليس هاد، الأمر عائد إلي إذا قال لي هاد أو جود. بعدها هذا الفعل الرئيسي وهذا المفعول به في نهاية الجملة، أنزل المفعول به شقول ماي كات، اللي هو التصريف الثالث للفعل كات، هو نفس التصريف I had my hair cut. جملة أخرى، شوف الجملة الأخرى شو تقول؟ She asked somebody to fix the window. أيضا جملة سبق وإن وردت في الامتحان الجزائي. She asked somebody to fix the window. هنا عند الفعل asked موجود في الفاعل، راح نبقي نفس الشيء. بعد ايش خليت حسب القاعدة؟ خليت هاد. هذا المفعول به دائما في نهاية الجملة وقبل الفعل الرئيسي، راح انزل المفعول به شقول the window. اما التصريف الثالث للفعل fix فيصير fix بإضافة ايدي، وحصلت على جملة محولة إلى المبني المجهول في الصيغة غير الرسمية باستخدام الأفعال السببية. نأخذ مثال آخر أيضا مهم جدا. photographer took a picture. جملة أيضا مهمة موجودة في صفحة 45 في exercise J. A photographer took her picture.
took her picture. إن أنا عدم وجود asked يعني معناته اشتغل. إن her راح شو تصير تحول إلى she. إيش خليت وراء حسب القاعدة got. راح أجي إلى المفعول به والفعل الرئيسي. شو أقول؟ أقول her picture, her picture. التصريف الثالث للفعل took شو يصير؟ يصير taken. شو يصير taken؟ طبعا انا كل الحلول اللي استندتها بالاعتماد على من؟ بالاعتماد على قاعدة هاد جول اللي هي تتكون من فاعل زائد هاد جول زائد الاوبجكت زائد التصريف الثالث للفعل باست بارتيسيبل ومن ثم تكملة الجملة في حالة وجودها. راح ناخذ مثال اخر، المثال الخامس شو يقول؟ somebody stole my laptop. شوف هالجملة somebody stole my laptop. عدم وجود asked يعني معناتها راح اشتغل. شقول؟ اقول I وراها شخذ ورا الاي had ورا الهاد هذا المفعول به في نهاية الجملة وهذا الفعل الرئيسي. شقول؟ my laptop. التصريف الثالث للفعل stole شو راح يكون؟ راح يكون stolen. شو يكون؟ يكون stolen. ناخذ مثال اخر حتى نسلط الضوء على الكثير من الامثله اللي موجوده بكتاب النشاط الصف السادس الاعدادي. My father asked my father asked somebody to fix the computer. جملة مهمة جدا. My father asked somebody to fix the computer. إن أنا لقيت asked الفعل asked راح أبقي على نفس فاعل الجملة. My father بعدها راح أخلي got. شخلي got وراها المفعول به جالس في نهاية الجملة ومن ثم الفعل الرئيسي. شقول؟ The computer. التصريف الثالث للفعل fix يصير fix. أيضا من الجمل المهمة لمنهج السادس الإعدادي. لنأخذ مثال آخر والمثال السابع. He asked somebody to cut his hair. He asked somebody to cut his hair. إن أنا وجود asked معناته أبقي على نفس فاعل الجملة. بعدها شخلي أخليها راح أروح لنهاية الجملة ألقي المفعول به وبعدها الفعل الرئيسي. شقول؟ أقول his hair cut. ليش؟ لأنه cut هو التصريف الثالث للفعل وهذا من الأفعال الثابتة في اللغة الإنجليزية اللي ماضيها والتصريف الثالث يكون بنفس الصيغة. ومثال آخر وأخير على موضوع الكونسيبت فيرب. شوف هنا أنا yesterday my father asked somebody بعض الأحيان يغير somebody بsomeone نفس المعنى to clean the car. To clean the car. إحنا الجملة شطان. Yesterday my father asked somebody to clean the car. وجود asked يعني معناته نفس الفاعل الجملة مع الطرف. شقول؟ أقول yesterday my father أو أقدر أقول my father. بعده راح أقول got. شقول؟ got. وراها هذا المفعول به والفعل الرئيسي. أجيب المفعول به. شقول؟ the car. والتصريف الثالث للفعل clean إيش راح يكون؟ clean بإضافة شنو؟
بإضافة الإيل من المواضيع الممتعة جدا في سلسلة دروس الصف السادس الإعدادي لمنهج اللغة الإنجليزية، واللي دائما وأبدا ما يأتي في الامتحان الوزاري في سؤال القواعد السؤال الثاني، اللي نقدر نحصل على درجتين بالكمال والتمام بالاعتماد على قاعدة معينة. أساس اللغة الإنجليزية تحل على أساس قاعدة، وسبق ما قلت لكم على أساس المعنى. فيعني من أول ما يبادر به إنه لازم أحفظ الكوزيتيف فيرب. شنو الكوزيتيف فيرب؟ الأفعال السببية. أبو عيسى، شنو الأفعال السببية؟ الأفعال السببية هي هاب وجيت وميك في زمن المضارع. بمنهجنا بزمن الماضي لازم أحول الهاب إلى هاد، والجيت إلى جود، والميك بدورها تحول إلى ميك. وإن شاء الله سنسلط الضوء في درس آخر على استعمال ميك. راح واحد يقول لي استاذ اكو قاعده للحل؟ نعم اكو قاعده للحل. شنو قاعده للحل؟ اول شيء نخلي الفاعل، اعاده سريعه للدرس، نخلي الفاعل، منين اجيب الفاعل؟ في حاله وجود الفعل اسكت، نبقي على نفس فاعل الجمله، يعني نستعمل نفس فاعل الجمله. في حاله عدم وجود اسكت معناتها راح اشتق الفاعل حسب جدول الاشتقاق اللي سبق وانا وضحت، اشتق من صفات التملك ضمير فاعل يكون فاعلا للجملة الأصلية. بعدها ايش راح اخليه؟ يا اما هاد او جود، احولهم الى الماضي، هاد تصير هاد وجيت تصير جود. بعدهم وخاف يدري شنو الفرق بين هاد وجود، راح اقول هاد رسميا وجود غير رسميا، ويفضل استخدام هاد على جود باعتبار الهاد رسمية والجود غير رسميا. بعد المفعول به راح يكون جاهز دائما وابدا في نهايه الجمله بوجود صفه التملك، وكذلك وجود ادوات التنكير والتعريف، وقبل الفعل الرئيسي اللي ممكن اياه هو اصلا بياصيغه بصيغه الماضي. انا بدوري كل من راح احوله الى صيغه التصريف الثالث للفعل، ومن ثم تكمله الجمله. أعزائي الطلبة، إن شاء الله سيكون لنا درس آخر ولقاء آخر لتوضيح الكثير من المواد قواعد السادس الإعدادي بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.